من آداب الإسلام أننا لا نتكلم في أعراض الآخرين، يعني تقول فلان طويل، فلان قصير، فلان أعمى، فلان يكذب، لا. لا تذكر الإنسان إلا بخير، لا تذكر بغير الخير. حتى وإن كان هذا فيه هو أعمى، هو أعرج، هو فقير، لا تتكلم بهذا إن كان هو حق، فما بالك لو تكذب عليه. جاء رجل إلى الحسن البصري، الحسن البصري إمام. من براه منيح مجوب حسن البصري أكوات تجي إمام. وقال يا إمام فلان يتكلم فيك. هاي براه نوك طبعاً نجيتها يا إمام من كي منيح نجي أمبي نعين. ماذا تصنع؟ لو جاء إليك رجل وقال فلان يتكلم فيك، إيش تصنع؟ نعين فدو نجي برسن بامير كي منيح مبراب جين حامين ونعين منيح نجي أمبي جين. أقل شيء تقول هذا ليس كذا وتتكلم فيه. الإمام البصري رحمه الله الحسن البصري قال لهذا، قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ أنت الذي أرسلك الشيطان، أنت رسول للشيطان. يعني هذا الرجل يقول أنت من أرسلك لي؟ أنت أرسلك الشيطان. نعم. تاني أي من كذي؟ تاني أي من كذي؟ أي من رسول؟ رسول رب الشيطان. لا شيطان بان بجون أي ما. إذا لو كل واحد يأتينا وينقل لنا كلام نقول أنت مع الشيطان، أنت أرسلك الشيطان، إذا لا أحد ينقل الكلام بيننا ونرتاح والله. جن بس أنت يمكن أخني تنها. نوم سمدي في منع طمنع نجي يقرأ أمبي نعم منع جيغ نن كيجي ركان نن كيجي رسول رب الشيطان مجيغ نن منفر نن كيجي. إذن الإشكال كل الإشكال في نقل الكلام بين الناس. فانيها هاي فانيها لمن كات لعنين تلسا نوم سمدي في منع طمنع ربي ملوك. كبيرة من كبائر الذنوب ذكرك أخاك بما يكره، لا يمكن أن تذكر أهل الإسلام إلا بالخير. ຈຶ່ງສັດນົກໃນຈໍານວນພາສາທົ່ວໆຄືយើងនិយាយអ្វីមួយអំពីពុះមួយរបស់យើងហើយយើងមិនអាចនិយាយអំពីគេបានទេលើកលែងតែអំពីប្រការដែលល្អល្អ.